فترة الحبس فترة مأساوية. أول شغلة أنا عندي 5 أطفال وما عندي حدا، ظليت ما يقارب 6 شهور بيها تعذيب، خدمة أبدا ما بي، يعني وضع مأساوي حيل لما سجنت عداش. الأوضاع ساءت، صرت أشتغل بتجارة الدخان أيام داعش، كمشوني الدواعش، حبسوني 6 شهور. وبعد ما طلعت من سجن الدواعش طلعت على الحسكة، فوتونا مخيم الهول. الوضع بالمخيم يعني وضع مأساوي. بعد 2 سنين من قعدتي بالمخيم طلعت بكفالة شيوخ العشائر. بعد ما طلعت من المخيم رديت رجعت على الريف الغربي، كان عندي شوي مبلغ من المال، قطعة ذهب شاركت أنا وجماعة بها، فتحت محل إني مثلاً يوم أنزل حصران، بعدين أسفنج، بعدين وجوه، بعدين تكايات، طور شغلي شوي، صرنا شراكة أنا ومعي صديقتي زيدين، طالعة زيدية من المخيم، فتحنا محل مفروشات، صرنا نبيع شوي غرف نوم، كراسي نايلون، طاولات، أثاث منزلية. قاعدين بالمخيم يفكرون أنهم يطلعون من المخيم ويشوفون حياتهم، لأنه برا بحرية أكثر من قاعدة المخيم، تقدرين تشتغلين، تقدرين تعملين شيء لقدام. بس أمنيتي أني الله يخلي لي هالولاد وأعمل لهم شيء وأدرسهم ويتوسع شغلهم.